الإشاعة مملكة، وهي مملكة من نار تحرق المجتمع، ولا تتأسس هذه المملكة إلا بثلاثة أشخاص بعضهم أسوأ من بعض، ويحارب هذه الإشاعة فارسان هما اللذان يهزمانها، فارس قوي وفارس آخر أقوى منها. أما الأشخاص الثلاثة الذين يؤسسون مملكة الإشاعة فأولهم مختلق الإشاعة، يعني هو يعتبر الملك في هذه المملكة، وهو أسوأ هؤلاء الثلاثة. أسوأ طرف من أطراف الإشاعة هو الذي يبدأ الكذبة، يعرف أن هذا الشيء لم يحدث ولكنه يختلقه من لا شيء، فإما أن يكون قصة أو خبر غير صحيح، صور مقاطع يركب عليها أخبار وأشياء لا علاقة لها فيها فيظنها الناس حدثا آخر وهكذا. وسواء فعل مختلق الإشاعة ذلك بقصد الخير أو بقصد الشر فلن يغير ذلك الحكم الشرعي. الإشاعة كذب، والكذب كبيرة من الكبائر، حرام يعني. وهذا الشخص بدأ هذا الكذب وهذه الإشاعة فانتشرت بين الناس، الذي فعل ذلك إنه سوف يندم ويتألم من بداية البرزخ إلى ما شاء الله. كيف؟ ألم تسمع ما هو عذاب من يختلق الإشاعات؟ ألم تسمع ماذا يحدث له؟ والله منظر بشع، سأشرحه لك، لكن إذا كان قلبك لا يستحمل فلا تكمل هذا الشرح، لا تستحمله القلوب الضعيفة. ماذا يحدث الذي يختلق الإشاعات والكذب؟ ماذا يحدث له؟ لقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من أحداث القبر، أحداث البرزخ، ورؤيا الأنبياء حق. رأى أنه أتى مع ملكين على رجل مستلق لقفاه، يعني مضطجع، وآخر قائم عليه بكلوب من حديد. هذا هو كلوب الحديد، عبارة عن حديدة معكوفة يعلق فيها اللحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا هو، يعني الذي كان واقفا، يأتي أحد شقي وجهه، يعني يضع هذه الحديدة في فمه، قال: فيشرشر شدقه إلى قفاه، يعني يشق الفم، يشقه حتى إلى أن يصل إلى قفاه. قال: ومنخره إلى قفاه، يضعه في أنفه ثم يشقه إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، أعوذ بالله. قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر، يعني يأخذ هذا كلوب إلى الناحية الأخرى فيفعل به مثل ما فعل في الجانب الأول، فما يفرغ منه، يعني ما ينتهي من تعذيب الجزء الآخر حتى يصح الأول كما كان، يعني يرجع النصف الذي كان مشرفا في سائل يرجع يلتحم كما كان. قال: ثم يعود فيفعل به مثل ما فعل به في المرة الأولى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى هذا المنظر البشع قال: سبحان الله، ما هذا منظر؟ فقال له الملك، كان قال له: إنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يعني تنتشر الكذبة. بالله عليك، هل تستحق الكذبة كل هذا؟ ما هو سبب اختلاقك لهذه الإشاعة؟ لماذا تفعل هذا بنفسك؟ تريد فائدة مالية؟ تريد أن تضر أحد خصومك؟ تريد أن تلمع وتحسن صورة شخص معين؟ أو حتى تريد التسلية؟ مهما كان السبب فإنه والله لا يستحق أن تفعل في وجهك هذا التعذيب المروع، وليس لمرة ولا لمرتين ولا لشهر ولا لشهرين. الله أعلم كم سيبقى الإنسان في البرزخ في القبر هكذا من بعد وفاته إلى أن تقوم القيامة، لا أدري كم، مئات السنين، آلاف السنين. رحم نفسك، فإنها والله لا تستحمل ذلك. الكذب عبارة عن كبيرة من الكبائر. ولاحظ سبحان الله كيف أن الكاذب يغير صورة شخص معين بكذبه وإشاعته، ويغير شيء معين فغير الله صورة وجهه بهذا العذاب، والجزاء من جنس العمل، أعوذ بالله. هذا هو الطرف الأول في مملكة الإشاعة، الملك الذي يختلق الإشاعة. الشخص الثاني في مملكة الإشاعة هم الجند. الجندي في مملكة الإشاعة هو ناقل الإشاعة، وهو وإن كان لم يختلقها فربما هو لا يحدث، يعني لا يحدث شيئا جديدا، هو لا يختلق شيئا جديدا، لكنه لا يتورع عن النشر، ينشر كأنه مطر من في الإشاعة. وفي هذا الزمن وسبب وسائل التواصل الاجتماعي يمكن يتحول ناقل الإشاعة إلى آلة نشر لوحده، كأنه عبارة عن قناة إخبارية متكاملة، إنه يعجل بالنشر ويتوسع فيه توسعا كبيرا وسريعا. قد يقول قائل منهم: لكن أنا ما كذبت، أنا فقط أحب أن أنشر الأشياء المشوقة. نعم، أنا لم أتأكد من صحتها، لكن أحب أن أشاهد الناس يحسون بما أحسست به أنا عندما سمعت هذا الخبر، لكني ما كذبت،
يقول أنا ما كذبت، أنا فقط نقلت، بل كذبت. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يعني يكفي الإنسان كذبا أن ينقل ويقول كل شيء سمعه. قد يقول قال: أنا لست محققا، لا أستطيع أن أكتشف كل إشاعة وكل خبر قبل أن أنشره. كلامك صحيح، أنت لست محققا، إذا لا تنشر. ببساطة لا تتحدث بكل شيء تسمعه، فلولاك ما كذب الذين يختلفون.